وهكذا أمنا على وحي الله تبارك وتعالى. وما أعظم هذه الشريعة وما أوسعها وما أجدر أن نقوم بحقها. كمال الكلام فيما تقرر فيما يتعلق بالتعزية أو التهنئة للكفار وغيرهم، كل ما سلم من التشبه، من المشاركة معهم، من التلفظ بكلمات لا تقبلها الشريعة، وليس فيه عون لهم على مخالفة أمر الله أو إظهاره. فإذا جعلوا لهم عيد مثلا بفعل محرم، هذا ما يجوز تهنئتهم، لكن فرحوا بميلاد سيدنا المسيح مثلا عيسى نبي من الأنبياء ولد، وصلحوا ذاك يوم عيد. لكن مع ما ذكر في المسألة من اختلاف الأماكن الأحيان والأوضاع، مع ذلك كله فالأصل والأساس أن كل ما في أي مشاركة أو حضور مجلس من مجالسهم ولو في خمر فقط، فضلا عن أن يكون فيه شرك أو كفر، فضلا عن أن يكون فيه تلفظ بألفاظ تاليه سيدنا عيسى أو غيره، لا يجوز الحضور فيه من قريب ولا من بعيد، يكون حرام. فإن رضي ذلك فهو كفر، إن رضي هذا التشريك، إن رضي فعل هذا المحرم المجمع عليه معده حرام يكون كفر. إن كان من دون ما يرضى ذلك نقول له فعلت منكرا كبيرا في الشريعة. إن سلم من لم يحضر شيئا من هذا، إن ما تكلم بكلمة فيها إدخال سرور على قلبه مضبوطة، لأنه حتى في التعزية ما أحب الألفاظ التي فيها مجرد التكثير وبعدين لهم كلام فيه. وعلى كل الأحوال الدعوة بالهداية منصوص عليها من عند الأصل والأساس لأصناف الكفار، لمن فيهم المحاربين المقاتلين، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. في وسط غزوة أحد، ما هم محاربين بس، محاربين نالوا من النبي ونالوا من أصحابه، وما قتلوا بس مثلوا، وخصوا عمه ببطن بقر بطنه وإخراج كبده. وفيها هذه لما طلب من الدعاء عليهم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وإذا أنت تطلب الهداية لواحد ما تريد له الخير، إذن إرادة الخير موجودة عندنا لهم، لكن والله لا نقر شيئا من كفرهم ولا من فسقهم ولا من معاداتهم للإسلام، ولا نفسح لهم مجال أن يفسدوا أخلاقنا أو أخلاق أبنائنا باسم التسهيل ولا باسم التيسير ولا باسم السعة في الشريعة. ماشي سعة في الشريعة يلعب بها في الدين، ولا تهدم بها أخلاق، ولا تهدم بها قيم، ولا تهدم بها مسالك. أخذ الله بأيدينا وبارك الله فيما سمعنا وبارك الله فيما جرى بيننا.